السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة اليابان في المغرب أو رقم السفارة اليابانية في المغرب. رقم التليفون هو 00212-537-631-782. يبقى تاني، رقم سفارة اليابان في المغرب أو رقم السفارة اليابانية في المغرب 00212-537-631-782. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.